ليلى الفقرة ديالك فيها كل الفنون، لا تستثني اي فن، وتبارك الله البلاطو مبهج بهذا كتشوفي الرسومات وهاد الصور هذه، دونك شكون اللي غادي تتقبل اليوم؟ اذا اليوم حاضره معنا فنانه في فن الرسم الساخر ميا الادريسي، نستقبلها باش نتعرفوا عليها اكثر. نتعرفوا عليها على الفن ديالها. ميا مرحبا بك. ميرسي. اهلا ميا. انشانتي. تفضلي. مرحبا بك. صباح النور. ميا اليوم جايه انا من سلا، فمرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. اذا انت من مواليد مدينه سلا، بديتي الدراسه ديالك في ميدان التدبير وسرعان ما اهتميتي بفنون الجرافيزم وبالخصوص الكاريكاتور اللي قريتي في احدى المدارس العليا بمدينه الرباط. عملتي 7 ديال المعارض في مجموعه من القاعات بالمغرب، واشتغلتي كذلك في مجموعه من الصحف الوطنيه المغربيه، وحصلتي على الجائزه الخاصه للتحكيم في الكاريكاتير سنه 2007 في موضوع الشباب والمشاركه السياسية. ميا مرحبا بك معنا اليوم في صباحية الدوزام. ميرسي. إذا بغينا نعرفوا الخطوات ديالك الأولى في عالم الكاريكاتير، كيفاش كانت؟ هو كل شيء كيبدا من البريمير، من الابتدائي، من الصغر. دونك كان عندي جوج أنواع من لي بروف، كاين اللي كيشجع وكاين اللي كتخسر. ما كيتفقش. كتخسر العلاقة تال نهاية السنة. علاش ميا بسبب الرسم تيقول لك ما ترسميش؟ ما ترسميش هو انا باش كنجيب الساعه باش يسالي الوقت كيخصني الرسم. نعم كيخصني الرسم. دونك وكان عندي ان بروف في الليسي حتى هما كيرفضوا لا كاريكاتور، كيرفضوا بان شي حد يرسمهم حيت سون با ما عندهمش هذاك الثقافه ديال مسؤوليه الخاطر. لكن كان عندي واحد في الدراسات العليا ديالي في الاقتصاد، هو اللي كان عطاني واحد النصيحه وهي اللي طبعت فيا اليوم هذا. شنو هي النصيحه اللي قال لي؟ انت كترسمي غتشري دي جورنو ودي ماغازين ولو جورنال اللي ما فيهش دي كاريكاتور، دقي عليهم الباب تقول لهم انتم غتحتاجوني. اكيد الما ماركي وي. اذا تبارك الله اللوحات ديالك والصور ديالك فيها مجموعه من الافكار، ياك لاله خديجه؟ اذا خديجه يعني عجبها بزاف هادشي اللي درتي. اذا كاين مجموعه ديال الافكار، مجموعه ديال القيم، اشنو كتبغي توصلي من خلال هاد مجموعه ديال الصور ديالك؟ حنا نشوفوهم وانت كتكلم. انا كنت متاثره بزاف بواحد الشخصيه انا بالنسبه للبيئه. لا يمكن لي نقول الاسم ديالو بونضيف. مي كنت شخصيه ومن هذاك النهار من البريمير، من الابتدائي وانا كنحافظ على البيئه، وديما كيضحكوا عليا صحابي علاش كتهزي من الارض، حنا كنلوحوا انت كتهزي من مورانا علاش. دونك بقات فيا هذا التاثير بانني ناثر الاطفال والجيل الجديد على انهم يحافظوا على البيئه. من ناحيه يعني ما هذه اخلاقيات، يعني اقل حاجه تكون يعني في الانسان. الحق في البيئه كيتعتبر كيتسمى حقوق ديال الجيل الثالث. كانت الحقوق ديال الجيل الاول في التصنيف ديال حقوق الانسان المدنيه والسياسيه، وديال الجيل الثاني اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه، وحقوق الانسان ديال الجيل الثالث كاين فيها الحق في البيئه. هادو ميا سيدي، هادو الكاركتر ديال الالستراسيون، هادو لا هادو اللي هضرات ليلى الالستراسيون غادي نقولوا. لا شنو الطريقه اللي كترسمي بها ميا؟ هي الطريقة ديجيتال اللي نقول لها، سي طريقة تقنية حديثة جديدة في عالم لاكاريكاتور. سي انا كنخدم بلوتي انفورماتيك بون تابلت غرافيك. هادشي دونك ماشي باليد بس؟ لا باليد. داكور باليد. مي كندخلوا عليه تحسينات بلي كولور. شنو هي المواضيع اللي كتحبي تكلمي عليها بزاف ميا في الاعمال ديالك؟ هو الحاجة اللي مزيانة في لو دومين ديال لاكاريكاتور، اي موضوع انا مع لا اي موضوع كيطرحوا عليك يمكن لك دير لا كاريكاتور. كنخدم دابا على توسكي الاقتصاد والديكرونيك سور ليكونومي. دونك اي موضوع مثلا، في اي موضوع تحط عليا يمكن لي ندير كاريكاتور منه. هذا العظيم في الوغ. هنا اتجهتي للاطفال ياك، عملتي هذا خاص بالاطفال. اشنو يمكن لك تقولي لنا عليه؟ شنو الافكار اللي حطيتي في هذا؟ هو مشروع الكارافان بور لي زونفون. سي هاد لا كارافان كدير
كدير قافله للاطفال كدير جوله على المدارس. وانا من الفكره ديالتي هي نكونوا فريق ديال خمس اشخاص ولا شحال من واحد وندوروا على لي زيكول وندير لهم تحسيس للاطفال بلا بون ديسيني و بلي زيكو جيست كيفاش يخفوا كل نهار دي جيست كوتيديان غتولي عندهم في الدم ديالهم يبقاو يديروا هاد طول لي جور حيت سورتو انا كنقول من هاد لاج ديال الابتدائي من 4 سنين ل 11 عام اي حاجه قلتيها له يل سامبليك كياخذها ما يوليش يقدر شي حد يبدلها له ولا الا سمحتي لي ليلى غير هو يعني هو الجانب التربوي انا قبيله سولتك واش كاريكاتور ولا ايليستراسيون حنا كنعرف انا كاريكاتور هو اننا تنكبروا لي ديفو وتنصغروا المحاسن ياك هذاك الشيء كاين بعض الناس اللي ما تيتقبلوهاش ولكن في ليليستراسيون هي فين كتدوزي لي ميساج ديالك مثلا ولا بحال الرسائل بحال هادو اللي شفنا قبل ما عرفتش شنو علاقتهم بلا كاريكاتور انا تنعرف هذيك ايليستراسيون وهذيك كاريكاتور فشنو واش هي تقنيه الرسم او يعني ما عرفتش قولي هو بغيت نغير الفكره ديال لا كاريكاتور كلشي كيقول سي لا ديفورماسيون سي شي حاجه اللي كريتيكي توجور وي سخريه مي الفكره اللي عندي انا سي افيك لا كاريكاتور اللي كنبغي سي لا باسيون ديالي سي ماشي غنديرها بوحده سي دو باسي دي ميساج اترافيغ هاد لي كاريكاتور غتولي ايليستراسيون ما تولي يعني فهمتي وي ما عرفتش لا كاريكاتور نو لا كاريكاتور كاين ديال لو ديسان لا بريس نعم ديسان دو بريس سي لا كاريكاتور بور دي دي ارتيكل وكاين لا كاريكاتور ديال لي فيزاج وي فوالا كوم اللي كتشوفوا بحال ديال سميرة وي ياك فوالا سي لا ديفورماسيون ديال لي تري ديال لو فيزاج بحال الصور اللي تنشوفو مي اترافير باغ اكزومبل اون بو ميتر كيلكو شوز هاد لا بيرسون لو بيرسوناج ولا لا بيرسوناليتي اللي معروفه تقدر ال ترونسبي ان ميساج اترافير سا تيت دونك هي اذا قبل ما نعرفوا المشاريع ديالك الجايه انا بغيتك تقولي لي شنو هي العلاقه ما بين الكاريكاتير واللغه الصحفيه شنو 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 حيت انا عرفتك بانك كتشتغلي بزاف مع الصحف المغربيه الوطنيه فشنو العلاقه بيناتهم بجوج هو اشتغلت من 2007 ل 2010 مع جريده مغربيه وكانت موازاه مع الدراسه ديالي حيت كنت كيعجبني نقرا وندير شي حاجه اللي كتعجبني سي لا كاريكاتور وكان لو ريداكتور اون شيف يعطيني مثلا المواضيع اللي غيطرقوا لها في الويكاند في السبت واحد وكيعطيني غير العنوان باغ اكزومبل على لو فونسيو ماروك العقار ارتفع ولا لوز دي بري في المواد الاوليه دونك انا يسوفي باش يعطيني غير الفكره كنخرج منها اون كاريكاتور وكيشوفها كيحطها في الصفحه الاولى دونك كانت الفكره عندها علاقه يعني تقدر توصل الفكره اكثر يعني الكاريكاتور تقدر يوصل الفكره بان من يقول لك العقار في المغرب بان راه كاين ارتفاع في الاسعار دونك كافي كافي باش تعرف شنو اذا نوع ادبي نوع فني اذا شنو هما المشاريع ديالك الجايه ميا ان شاء الله انا كنوجد المعرض في شهر 4 ان شاء الله القادم بما الموضوع البيئه اللي كنطرق ليه و مهرجان في فرنسا ان شاء الله عرضوني باش نحضر واحد لو فيستيفال ديال رسم لو ديسان دو بريس اخر حاجه تكلمي لنا عليها اشنا هذا الكتيب الصغير جبتي لنا فيه مجموعه ديال المواضيع الطاقه الماء شنو فكره من هذا هو كنخدم انا الشركات خاصه كيتصلوا بيا وحيت جوي غرافيست دو فورماسيون اي جو في لوستراسيون اي لا كاريكاتور دونك جو في لو تو جو بو رياليزي ان ليفري كاتوكم النصوص كيعطوني النصوص اللي باغيين يديروا انا وفوقاش كدير هذا الشيء اين وقت يعني واش الوقت كامل في النهار بالليل فوقاش يعني كيجيك هذا الالهام فوقاش دي فوا كنكون نعست ومن بعد كنفيق كنشعل الضو جيكري ديك قبل ما تنسى لي كنرجع نعس الصباح نلقاها مكتوبه يعني بالليل اكثر هي بالليل بالليل هذه الفكره اللي قالت هي فعلا بحال الناس اللي ترسموا بعد ما حتى كتنعس كتنوض كترسم وتيصدق لو ديسون تيصدق لو ديسون حنا كنت كتوقع لنا مثلا مع الرسومات
الرسومات وداك الشيء تتخرج يعني داك الرسم من المنطقه الاولى ما تحتاجش تعاودوا. لا شنو الرساله ديالك من بعد ان شاء الله في هذا الشيء اللي جاي ان شاء الله؟ ان شاء الله باغا ندير الاسم ديالي في عالم الكاريكاتور. وانا كنتعلم من رسامه مغاربه ورسامه اجانب. والحلم ديالي هو المشاركه في امريكا ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. يعني تقتحمي هذا المجال اللي هو في الحقيقه كنشوف انه مجال ذكوري اكثر. يعني كاين فيه الرجال اكثر في الكاريكاتور. ربما في الكاريكاتور هو كل واحد نو مشيش يامن بالهوايه ديالته حيت حم واحد كيبغي يرسم ولكن كيقول لك لا ماشي مهنه ديال الحياه. ما يعني ماشي مهنه اللي ممكن دير الدخل فوالا ما يكونش عندها مدخول. شكرا لك ليلى. شكرا لك ميا لبهجتي لينا البلاطو بهذه الرسومات هذه وتنتمناو لك التوفيق. وهذا تذكرنا وسيده خديجه كذلك تذكرنا باننا ضروري اننا نهتموا بوليداتنا نسقروا المواهب ديالهم كيف ما كانت مواهب خصوصا يعني رسم او اي فن من الفنون فهو يهذب الروح. قبل ما نختموا مشاهدا نبقاو الان مع حلم من احلام الاطفال. نشد مجرمين ونعاون المواطنين. لاعب كرة قدم على ميسي. كل أستاذ تنعلم التلاميذ وتولي مديرة البنك. الشاف مديرة البنك تكون تحمل مسؤولية كبيرة. تتمنى نكون طبيب باش نداوي الناس المرضى الأستاذة. بهذه الأحلام الجميلة نختم هذه الحصة اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا مشاهدينا. الشكر طبعا للطاقم التقني والصحفي لسهر على إعداد هذه الحلقة. إلى اللقاء.